بسم الله الرحمن الرحيم. أخوي هل الفاجأة اليوم حلت علينا، ومنذ 27 سنة لم نتوقع هذه اللحظة بأن تموت الوالدة محروقة على الابن، لأنها حمت محروقة عليه هو بجوارها، ما تكونش إلا 100 متر، و100 متر وبنها مخزون عدها هي الأخبر. صدمة هي بلغت عليها أخته في الفيسبوك يوم الجمعة، وجات كذبة ما صدقناش أبدا، قلنا إلا وجدناه يكون متوفي، ولكن عندما وجدناه حي كانت الفجأة أكبر. ولو وجدناه متوفي كان نقولوا كان مات وخاف وده، بصح هو ما دفنوا حي، وزاد بالأخذ دسوا وراء البطن الاتبن بدون أن يرى أحد. الهدف تاعه فاش يخزن واحد، يعني ما توقع أي حاجة، ما كانش بشر يدير كما هاك إلا كان قال القلب تاعه ميت.